والسعداوي وكنت حاسة بهذا الشيء، فهذا أطلقني حتى بالنضال الفلسطيني وحسيت أنه عندي واجب أنا. بس موضوع المرأة مفتاح لحل قضايا كتير، وهذا حكي عتيق مش جديد. ولأنه قوى التغيير بالمجتمع أي وضع ما يقوس منه أو أي وضع جدا سيء، قوى التغيير دايما عم بتكون قوى التغيير الحالية هلأ اللي عم تصعد هي الشباب والنساء. والنساء إذن هاي قوى التغيير مش بس بالعالم العربي، بكل العالم. نعم. حتى انه النساء يعني بيتصدوا لموضوعات البيئه مش بس موضوعات حريه المراه، واللي هي مفتاح لحل من كثير من الاشياء، لانه بدها تلامس مساليه الذهنيه السائده بالمجتمعات كلها، طبعا بنسب مختلفه من دول متقدمه للعالم العربي لهيك. فالمشكله كانت معي بالنسبه لإلي هي تغيير الذهنيه، الذهنيه كان بتحدى كثير عوائق، اهم عائق حول المراه وعلاقه ذلك بالقضيه وعلاقتها بجسدها. يعني يعني المراه اكثر شيء ينظر لها هي كجسد يجب ان يحاصر حتى ما يتم التحرك، وفي خوف من هذا الجسد. لكن انت ربطتيها بالقضيه الفلسطينيه؟ طبعا، لانه بس تكسر الاكثر ممنوع بالمجتمع بتقدر تكسر كل شيء بعدين، فهذا يتداخل مع بعضه البعض. بالضبط، كله سيستم. طبعا، لانه هي ذهنيه متكامله، يعني منظومه كامله. دكتورة هدى، أنت بالمدونات وعالم المدونات، كيف ينعكس موضوع الرواية على هذه المدونات؟ ما هو التفاعل؟ ما العلاقة؟ عندما يعني انا عايزه بس ادي يعني في يمكن مصر او في العالم العربي، لان كنت عامله ورقه على mapping the Arab world، يعني في المدونات يعني خريطه للعالم العربي في كل الاقطار والاقاليم البلاد العربيه. يعني انا عايزه اقول انه يمكن من سنه 2004 الانفتاح على انه او التزايد او الاقبال على اولا عمل المدونه والمدونين، اقبال خصوصا في مصر لما عملت من المراه او من النساء او من حديثي التخرج او حتى طلبه لسه ما زالوا تحت سن التخرج. ولكن اللي عجبني او اللي شدني في البدايه انه اصبح لهؤلاء مش مجرد الشاتينج، لكن ابتدوا يلتفتوا للظواهر الموجودة في المجتمع، أي ظواهر سلبية حتى لو فرخة ماشية في الشارع أو أي حاجة زي كده، فكانوا بيصوروها ويعلقوا عليها أيضا. لكن التطور اللي أنا شايفاه دلوقتي إن أصبح مثلا بيجيلي كتير قوي من الصحفيات، والصحفيات دول ممكن يكون ما لهمش جريدة أو لا يكتبوا في جريدة، ولكن بيعتبروا نفسهم صحفيات لأنهم لهم مدونات. دلوقتي في حاجة ظريفة جدا ويمكن حدثت في رمضان، مسلسلات كانت قائمة على مدونات، يعني الدراما هنا زي مسلسل عايزة أتجوز، والحقيقة اللي لفت نظري ان دي غادة عبد العال، لفت نظري ان هناك شريحة ما زالت التأرجح بين الثقافة السائدة انه الزواج وزي ما انا بقول للطلبة هو السبيل الوحيد لممارسة الجنس، وممارسة الجنس مش بس مجرد الممارسة والحب، ولكن ايضا للأولاد. يعني انا ما اقدرش اجيب اولاد خارج نطاق الزواج. فالفتاة دي عندها قربت على 30 وهي مش قادرة تتصور حياتها لو وصلت لسن 30 ولم تتزوج. فالحقيقة المدونة كانت يعني ده بقى الجديد ما بين الرواية و إذن المدونة هي تعبير جديد بأشكال أخرى. بالزبط. علاقة المدونة بالرواية هي ده اللي أنا كنت يمكن عايزة أوصل. بالضبط، ده اللي يعني ده اللي أنا عايزة أوصل له، إنه أصبح الخط ما بين الرواية والمدونة أصبح يعني نقدر نقول خط رفيع جدا. يعني كانت المدونة في الأول أنا بعبر بعلق بعمل تعليقات، ظاهرة بتشدني بكتبها، حاجة في داخلي عايزة أعبر عنها أيا كانت، مش بالضرورة التابوهات. فهمت عليك. سؤال لك، من يتحدى المحظور أكثر، الروائي أم الذي يقوم بعمل مدونة؟ من الأجرأ أو من الذي يتحدى أكثر؟
أين نرى مكان من ال يعني في ولا ما ولا سؤال مش شرعي؟ لا لا يعني ممكن أجاوب عليه يعني جدا طيب. يعني جدا يعني المدونة، لأنه أنا قلت تعليق ظريف في الورقة بتاعتي عن المدونات، إنه أنت بتبقى قاعد بالبيجامة بحريتك وحاطط اللابتوب على حجرك وبتتعبر وأحيانا تعبر باسم مستعار، وده معناه إنه هناك جرأة. ولكن أنا قرأت للأستاذة فضيلة وقرأت فحسيت وأنا بقرأ خصوصا أقاليم الخوف تحديدا، وأنا الحقيقة برضو ألقيت نظرة على حليب التين، أنا عايزة أقول إنه في كمان جرأة، أصبح فعلا المدونة هي اللي كانت في الأول بتشجع، لأن أنا محدش شايفني وممكن أحط اسمه مستعار أنا لا أرى، فلكن المرة دي بالأسامي بنفس المواضيع، بالعكس أنا حسيت بتحرر أكتر في أنه بعبر بحرية مطلقة. وده ممكن أقول كلمة بقى يعني أخيرة، اعتبرته تحدي للتابوهات وللواقع الثقافي اللي بيحدني، أني أنا لا أتكلم عن الجنس بانفتاح، لا أتكلم عن السياسة أيضا وعن الدين. إذن برأيك الرواية عم بتكون أقوى أجرأ؟ أصبحت يعني تنافس المدونة جديد. أيوة بالضبط. طيب أسعد، أنت قارئ رواية، هل توافق مع هذا التشخيص؟ ما رأيك بهذا الحوار بالنسبة لمكونات الأساسية لأثر الرواية؟ عدا عن أنه أنا قارئ رواية أنا كمان مدون، فبنفس الوقت أنا بدي دخلنا بالموضوعين معك. لا طيب. بدي أعمل المقارنة، أنا بقول أنه ما كتير بتصح بالمقارنة بين الاثنين. المدونة ببعض الحالات ممكن تكون أجرأ حسب العلاقة بالدول، بس الرواية لها تأثير أكبر، لأن الرواية هي بعدنا نحن العرب متعلقين بشغف الكتاب وكلنا بنحب نحط الكتاب. سؤال لك، كيف الرواية أثرت عليك أسعد؟ وإنت أنت بديت تقرأ رواية؟ بعتقد كانت قبل كنت أقرأ أول شيء كتب سياسية أو شعر أو غيره. مرة كنت بصف الأخير الثاني عشر، بيجي شاب صديق لي بيقول لي أنت بتكتب شعر؟ قلت له قال لي خذ هالكتاب فرجيني شو بيطلع منك، وكان رواية. شو كانت؟ كان لتولستوي وقتها. فمن بعدها صرت أنه حس أنه لا، في مجال بعد أعمق كثير من الكتب، يعني الأدب بعد أهم كثير من النثر العادي أو المواضيع اللي بتختص بالأشياء الاجتماعية أو السياسية. وأهم من الكتب السياسية؟ بالنسبة لي على الأقل، لأنه يمكن أهم لأنه الرواية بالعالم العربي هي مش بس رواية لتحكي عن أفراد، هي تاريخ سياسي، هي بنفس الوقت إضاءة على مشاكل اجتماعية، هي إضاءة على مشاكل سياسية، هي بتقول للشباب إنه مثلا في دولة موجودة بجنوب لبنان اسمها فلسطين، مش مثل ما الأمم المتحدة بتحطها بتقول إسرائيل. هيدي الرواية وتأثيرها. رواية بتقول معاناتنا إلنا، بتحكي شو عنا مشاكل. فمن هيدا كل هاي الأبعاد الرواية. سارة، شكرا لك. سارة، شو أثر الرواية عليك وأنت من الكويت وعم بتعيشي تجربة في إطار محدد؟ بديتي بالمدرسة؟ بداياتي كانت فعلا في المدرسة. بأي أساس؟ تقريبا ثالثة متوسط. ثالثة متوسط، يعني شو كان عمرك؟ 12 13 سنة. بديتي تقرأ الرواية فعلا؟ طيب. لأن كان عندي والد يعني رحمة الله عليه كان جدا يعشق الأقاصيص والحكايات وهالأمور، وكان يحاورني في هالمواضيع، فزرع فيني بذرة حب القراءة في البداية، ونمتها في الطرف الآخر والدتي لأنها امرأة قارئة أيضا ومطلعة يعني على مجموعة كتب، ممكن كانت كتب دينية، فعززت طبعا فيني بالبداية. طيب. أنا أقرأ لأكتشف بيئات أخرى، أقرأ لأكتشف ذاتي. نعم. أقرأ لأكتشف كيف أتعامل مع الآخر والمحيط المختلف عن محيط بيئتي وأسرتي والعالم اللي أنا موجودة فيه. وفعلا لما قرأت عدد كبير من الروايات استطعت أني أتعامل مع أشخاص من بيئات مختلفة بأريحية، واستطعت أني أتحاور معهم وأفهم الخلفية الثقافية أو الخلفية الاجتماعية اللي هم خارجين منها. أنا قرأت مثلا أستاذة فضيلة الفاروق، قرأت الأستاذة سامية عيسى، فتنبأت مثلا أستاذة سامية شو اللي خلاها تكتب رواية حليب التين، شنو التجربة اللي عاشتها والخبرة اللي عاشتها فحبت تترجمها. أستاذة أيضا فضيلة في كتاباتها ورؤيتها للمرأة ودور المرأة ومفروض أن المرأة تنال حريتها ومساواتها بالرجل نابع عن التجربة الشخصية اللي هي عاشتها مثل ما تفضلت من شوي في الجزائر. فالقراءة بالنسبة لي فعلا حياة، يعني حياة أخرى وخبرة أخرى اكتسبها. حياة أخرى وحياتات
وحيوات أخرى، لكن لا تريدي يعني بدون ما تمر بكل هاي ما أحتاج أمر التجارب، أنا اكتسبت تجارب وإنما بتغنيكي وبتقويكي. نعم، خذت 20 سنة تجربة للأمام. طبعا سارة باستمرار بجامعة الكويت بتقول لي على أسماء روايات، كل ما بطلع رواية تيجي لعندي بتقول لي في الرواية الفلانية، فورطتني في الكثير من القراءات. سجاء أنت من العراق، نشأت في الأردن، ما أثر الرواية عليك؟ إمتى بدأت تقرأ الرواية؟ أول شيء أنا يعني مغتربة من سنة 86، تركت العراق وأنا طفلة، وهالشيء أثر هيك منيح. هذا الشيء أثر بشخصيتي، حرماني من بلدي ونشأتي بعيدا عن العراق. أنا بلشت أقرأ رواية متأخر شوي، بس اكتشفت أنه كتير أشياء راحت علي، فحبيت أعوض. كنت يعني كنت أترك رواية وأمسك الرواية اللي بعدها، مرات ممكن أخلص رواية بيومين قد ما عندي شغف أني أقرأ وأعوض اللي راح. إذا على سؤال أنه كيف أثرت الرواية فيه وبشخصيتي، أثرت كتير، صار عندي وعي بحقوقي أكثر، تعاملي مع الغير، تعاملي مع الرجل بشكل خاص، الحريات، ووعي بموضوع الحريات الدينية. يعني إحنا اللي تعلمناه بالمدرسة عن موضوع الدين والحريات الدينية كان حسب رأي المعلم، هو عم بيلقننا ونحن عم نسمع. بس لما واحد يقرأ وبالذات الرواية وفيها بالذات الروايات اللي فيها حرية أكثر، صار عندي وعي بموضوع الحريات الدينية، أنه يس في حريات دينية ولازم نحترمها، في شيء اسمه إنسان لازم أتعامل معه كإنسان مش كأنه هو مسلم أو مسيحي أو يهودي. كتب أنا عندي كمان مدونة، وواحدة من الكتابات اللي كتبتها كانت عن الحريات الدينية، وذكرت نصوص من القرآن الكريم عن موضوع الحريات الدينية، وأنه ما بدي أدخل بموضوع الديني، بس كيف أنه جبتها على موضوع الحرية، وأنه صار عندي جرأة أنه أكتب عن هذا الموضوع اللي هو ممكن أنه يعني نوعا ما في خوف من الكتابة عنه، وصار عليه هجوم في هذا الموضوع، بس أنه كتبت رأيي بموضوع الحريات الدينية، وأنه موضوع المرتد، وبالقرآن ما في دليل على أنه المرتد يقتل. فإذا هذه من الأمور اللي جذبتك باتجاه الرواية. بس أنت بديت تقرأي؟ هلا أنا بلشت متأخر، من تقريبا شي سنتين هيك شي. أوكي، ومن هنا بدأ التعمق بهذا. بس قراءتي صارت من بعدها سنتين مكثفة جدا، فاكتشفتي هذا الشيء؟ فاكتشفت طبعا أكيد. سنابل، كيف بدأت القراءة عندك وما أثر عليك؟ أنا بالحقيقة تجربتي قريبة جدا من تجربة سارة. كان العنصر الأساسي بثقافتي وبناء شخصيتي هو والدي. بيتنا عبارة كان عن، خليني أحكي، بستان من المكتبة اللي كانت، بستان متنوع، وفتحوا أمامي وقال لي أنت اختاري المجال اللي بتحب تقرأي فيه، ومن هون بلشت عندي الرغبة بالقراءة المختصة التطور الشخصي والسايكولوجي بالبداية علم النفس. ولكن قراءاتي كانت انتقلت، خليني أحكي، من القراءة بشكل عام للقراءة بشكل مختص بالأدب النسائي. كانت لي تجربة خاصة، تجربة صعبة بالحقيقة بحياتي. لجأت لعدة طرق أني أقدر أطلع وأتخطى هاي المرحلة، ولكن من خلال صديقة نصحتني وقالت لي في كتاب لروائية معينة اقرأيه وأنا متأكدة أنه راح يساعدك، وفعلا هذا شكل لي نقطة تحول بحياتي. لمين كان الكتاب؟ بقدر أسألك ولا ما بتحبي؟ كان لأحلام مستغنمي. حلو، جميل، وهذا أعطاك بداية باتجاه معين. بالضبط. إذن الرواية ممكن تكون مفتاح لمواجهة مأزق حقيقي في حياتنا. فعلا. ليه بتلامس؟ شو بتلامس؟ خليني أحكي، ممكن الكتاب لبعض الأشخاص يكون عبارة عن كتاب عادي أو كتاب تجاري أو، ولكن من خلال التجربة شعرت أنه هذا الكتاب فعلا بيحكي عني أو عن تجربتي. فما نحكم على الكتاب قبل ما نقرأه، هاي نقطة كتير مهمة. اقرأ الكتاب وبعدين أحكم عليه، لأنه حكمك على الكتاب بيعبر عن شخصيتك وعن ثقافتك. جيد، شكرا لكم. برجع لك لي يعني كيف بتشوفي، يعني كيف ترين
مجال الرواية في التغيير الأوسع في العالم العربي. يعني إحنا لمسنا جانب منه حيغير، هل فينا نعمق تفكيرنا في هذا الاتجاه؟ يعني كيف التغيير بيصير؟ بأي طريقة الرواية بتغير؟ أثر هذا كيف بتحسي فيه أنت كروائية من تجربتك؟ من تجربتك؟ أنا بعتقد إنه المنتج الأدبي، يعني إحنا متعودين نعمل بيان سياسي مش هيك؟ بالضبط. بنقول قام وحركة إصلاحية كذا، هل الرواية حتعمل شيء أكثر؟ كيف؟ هذا اللي بدنا بعتقد إيه الرواية أكيد، لأنه هي فن ممتع. يعني شرط الامتاع ضروري فيها، وإلا القارئ مش رح يقرأ. إذن وهذا كتير اشتغلت عليه. نعم. عشان تكون مشوقة لأقدر احكي عن جوانب عميقة بوجود الإنسان الفلسطيني، سواء مرأة، خاصة المرأة، مش بس جسدها. يعني موضوع اللجوء اللي طالت 60 سنة، المجازر اللي تعرضوا لها الفلسطينيين خاصة في لبنان وبالأردن، الانتهاكات اللا إنسانية اللي تمت من خلال الأنظمة العربية والمجتمع الدولي وحتى الفلسطينيين نفسهم. فأنت هيك عم بتغير، فأنا عم بحاول أحكي شيء، يعني عم بحاول أعمل وقف التحدي من خلال وتعطي صوت، بس ما يكون لقوي صوتي لحتى يقوى صوت هدول الناس. أوكي. اللي هن بيتحرجوا انه يحكوا عن الوجع تبعهم. فضيلة إذا كملت على نفس الموضوع، الموضوع. نعم. بس بدي أقول إنه الرواية يعني ما يقوم به الرواية مثل الشيء اللي بيقوم به الطبيب. يعني إذا لقينا جرح شخص، لا إذا لقينا جرح أكيد مش رح نترك عليه التياب، يعني بدنا نخزق التياب أول شيء، بعدين بدنا نشوف على الجرح، بعدين بدنا ننظفه ونشوف مدى عمق هذا الجرح، بعدين منداويه. هذا الشيء اللي عم يعمله الروائي، هو يعرف جراح المجتمع ويعرف مشاكل المجتمع، بالتالي هو يكشف الجرح، بيقدم الجرح، بيشوفوا القارئ. وهذا القارئ ليس فقط متلقي، لنخاف منه أنه متلقي ومتأثر. هذا المتلقي أحيانا يتأثر، أحيانا هو بيشغل مخه بيناقش بأفكاره وعنده ردة فعل خاصة. سؤال لك، هل بتوافقي معي أو أنت أكيد أنه الرواية تخاطب اللاوعي بقدر ما تخاطب الشعور وليس فقط العقل؟ لا، ما فينا نقول هيك. لأنه سامية فينا نقول هيك. طبعا أكيد سامية فينا نقول هيك. نحن نكتب بوعي تخاطب نحن نكتب بوعي وبلا وعي تخاطب ولكن الجمهور، ولكن المتلقي بوعيه ولكن لا وعي بالمعنى الفرويدي للكلمة. في تأثيرات بالمعنى الفرويدي. بدأ أسأل حدا المختص بعلم النفس. طيب. مش حاعطي في رأيي. تخاطب تخاطب فعلا. أنا بعتقد أبعاد مختلفة من الشخصية الإنسانية، أبعاد بوعيه الكامل كما تقول فضيلة.